للبيت الابيض مباشره. كاين باش نوصلوا للبيت الابيض كاين ثلاثه ديال الحواجز. ها هو كتشوف هذا هو الحاجز ديال الدراجين، ها هو ديال الدراجات. من بعدها كاين حاجز اخر ديال اكثر يعني متانه من الحاجز الاول، وكاين الحاجز الاخر اللي هو اللي كيحمي من البيت الابيض مباشره، وفيه ديال اصحاب الخيل ديال الخيل. الان قبل قليل ترامب كيهدد انه بانزال الجيش، قوات الجيش باش يفرض الامن، ولكن لحد الان ما وضحاش الامور. يعني الجو فيه نوع من التوتر. انت كتشوف بالنسبه له تاع المستوى الحصار حتى على مستوى الجو، اي احتجاج كيتم كيمر بمراحل. المرحله الاولى هي التحذير، تحذير على مستوى ثلاث مراحل، يعني كيدير لك التحذير الاول، التحذير الثاني، ثم التحذير الثالث. التحذير الاول والثاني والثالث هذا كيكون تحذير شفهي. من بعد كيجي المرحله خلينا نسميوها الرابعه، وهي التحذير باطلاق الغاز المسيل للدموع. ثم المرحله الاخرى من التحذير كتجي عمليه مرحله اصحاب الزرواطات الهراوات باش يدخلوا. بعد كتجي المرحله الاخرى هي هذا الصوت ديال المروحيات. شوف عاد كتجي المرحله الاخرى اللي هي ديال اطلاق الرصاص الحي، ولكن فين؟ في الهواء. اطلاق الرصاص الحي في الهواء. مراحل كثيره تم الاستعانه بقوات الحرس الوطني لدعم جهود الشرطه وقوات التدخل السريع سوات تيم. هي ماشي مسبوقه، ولكن الامر خطير لانه كاين النوع، هناك اطياف متعدده في الاحتجاجات. الاحتجاجات ما تنساش انها جات في موسم الانتخابات. الاحتجاج الجانب الاخر هو ان الاحتجاجات دخلوا فيها عناصر اخرى، من بينهم الانتيفا. انتيفا يعني المنظمات الانتي المناهضه الفاشيه، وهادو عندهم منطقهم في الاحتجاج، يعني على مستوى التخريب، على مستوى تدمير البنيات، على مستوى هذا منطقهم في الاحتجاج، هذا اسلوبهم في الاحتجاج. بالاضافه كاين واحد العناصر اخرى، هذا هو الخطير اللي خصنا نسميوها، اللي ممكن نسميوها بالمندسه. هذه المندسه هما مثلا اللي كيكونوا مع يا اما مع الجمهوريين يا اما مع الديمقراطيين، وهما اللي كيحاولوا انهم يخربوا باش تاخذ الاحتجاجات منحى اخر وابعاد اخرى. هو بالنسبه للتدخل الجيش، التدخل الجيش ماشي بداك المفهوم او داك الشكل اللي كنشوفوه في بلدان اخرى. والتدخل ديال الجيش لان هنا الشرطه الى حد ما هي اللي كتولى عمليه الحمايه، سواء الشرطه المحليه او الشرطه يعني شرطه الولايه او شرطه مثلا مقاطعه واشنطن دي سي، بالاضافه لشرطه الشرطه الفيدراليه. بالنسبه لاستدعاء الحرس الوطني خصوصا كنركز على كلمه ناشونال جارد، الحرس الوطني هو اللي كيدخل على اساس باش يدعم جهود الحمايه او جهود تطويق الاحتجاجات. الامر لا يتعلق بالمارينز او يتعلق بالفصائل الاخرى او الويه اخرى في الجيش، فقط الحرس الوطني هو اللي كيجي يتم استدعائه. مثلا هادو قوات الحرس الوطني، هاد الجوج هادو من قوات الحرس الوطني هما الناشونال غارد، ما يسمى بالناشونال غارد. ف كما قلت لك اخويا منير، استدعاء الحرس الوطني امر عادي جدا، لانه امكانيات الشرطه سواء المحليه او الشرطه الفيدراليه ما كتكونش مهيئه لمواجهه اي انفلات امني. بالنسبه لهذه الاحتجاجات، ما الذي يميزها عن الاحتجاجات السابقه؟ هو انها جات في واحد السياق ديال موسم الانتخابات، وبالتالي بالنسبه للرئيس ترامب
ممكن اتهامه أو عدم اتهامه إشادة بحكام ولايات في مقابل مهاجمته لحكام ولايات أخرى يدخل في باب المماحكة السياسية في من باب تنافس سياسي. البارح لشتي ترامب أعلن أنه غادي يصنف الأنتيفا كمنظمة إرهابية. شنو هي الأنتيفا؟ أنتيفا هي منظمة مناهضة الفاشية، وهم معروفين كما قلت سابقا وشرط لي أن عندهم أسلوبهم في الاحتجاج، أسلوبهم كيكون عنيف، طريقة لباسهم كتكون خاصة فيها البيض وفيها من ذوي من الأصول الإفريقية، وكيكون صعب أنهم يدخلوا شي مظاهرة ما يستفزوش قوات وعناصر الشرطة. وتغير حتى طريقة التغطية، مبقاتش داك مثلا الكاريجي كما كنشوفو، وانت شوف ما كاينش الان بالساكادو ديالك. مثلا عندي هنا لايف فيو، تغطية مباشرة بالانترنت بدون حاجة الى يعني خلينا نقول لك تجهيز المعدات وحشد الامكانيات اللوجستيه والبشريه الكبرى. الان هنايا راه كاين يعني وسائل الاعلام تغطيه واسعه، ماشي غير من وسائل الاعلام الامريكيه والمحليه، ايضا من وسائل الاعلام الاجنبيه. تقول لله وصلتنا واحد الانذار من العمده ديال واشنطن كتقول فيه انها قررت تمديد حاله الاحتجاج الحظر تجوال الى يوم غد، يعني نتسناو حتى غدا كاين احتجاجات اخرى.